في سنة 1980 تقدم بمشروع لبريجينسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي لجيمي كارتر في أمريكا. في أمريكا. وهذا المشروع بيقول فيه إيه؟ بيقول إن كل دولة من الدول اللي موجودين على الخريطة دهين هنعمل شرق أوسط جديد، بحيث إن كل دولة نقسمها. يعني مثلا اي حد يقدر يطلع يكتب كده الشرق الاوسط جديد، وبرنارد لويس هيشوف الحاجه الداية. فهيجد ان مقسم العراق الى دوله شيعيه يا شباب. دوله شيعيه في الجنوب وعاصمتها البصره، دوله سنيه في الوسط عاصمتها بغداد، دوله كرديه في الشمال عاصمتها الموصل. هي الصوره اللي فيها برنارد لويس. هنجد ان هو مقسم مصر نفسها. دولة مسيحية في الشمال عاصمتها الاسكندرية. ومن جنوب الدلتا حتى ثانية واحدة بس يا دكتور، عشان يبقى ماشيين والناس يبقى معانا على الخريطة. الصورة اللي مكتوب فيها الشرق الاوسط الجديد اللي فيها صورة برنارد لويس. هي صعبة قوي يا شباب كده. يلا يا جماعه. اتفضل يا دكتور، انا اسف. لا لا، مصر مقسمها الى دوله او دويله مسيحيه عاصمتها الاسكندريه. دي اللي هي الخريطه اللي على اليمين بتاعت انتوا قدامكم الصوره اهو فوق، صوره برنارد لويس اللي ولد 1916 مات 2021. ده مشروع القرار اللي قدمه 1980، قدمه البرجينسكي مستشار الامن القومي الامريكي في عهد جيمي كارتر الرئيس الامريكي. تحت صورتين او خريطتين، الخريطه اللي على اليمين دي الخريطة اللي هو مقترحها لمصر بعد تقسيمها. تقسم الى دولة مسيحية عاصمتها الاسكندرية الشمال، من جنوب الدلتا حتى اسيوط، دولة سنية عاصمتها القاهرة. شرق الدلتا، هم بيقولوا ارض جاسان اللي كانوا فيها قبل كده. مع سيناء، دويلة فلسطينية تحت الادارة الاسرائيلية. يا سلام. يعني حتى مش لوحدها، لا تحت الإدارة. من أسيوط حتى شمال السودان دويلة النوبة وعاصمتها أسوان. خبر السودان. سوريا كذلك، السعودية كذلك. السودان قسمها برضو، جنوب السودان تنفصل وتبقى دولة مسيحية عاصمتها جوبة، وسط السودان يبقى دولة سنية عاصمتها عاصمتها الخرطوم، شمال السودان حتى أسيوط دولة النوبة وعاصمتها أسوان، دارفور تنفصل، وشمال السودان ينفصل. ده اللي فكر فيه كله بيحصل الكلام ده سنة 80. ما عدا الحمد لله مصر، يعني مصر؟ ما عدا الحمد لله مصر اللي ربنا وحده أنقذها من هذا المخطط الآثم. يعني بالظبط كده، عشان كده الغرب تلاقيه بيغلي مننا، عشان احنا قمنا بقى ثورة 2013 اللي أفسدت المخطط ده. هم حلمهم انما مش ممكن. مخزون الحضاري اللي مصر تتمتع بيه ووحدة شعبها اللي يقدر يتغلب على الشيطان نفسه مش ممكن. طيب، انما ده حلمهم. دي خطة برنارد لويس، دي برنارد لويس اللي اسمها الشرق الاوسط الجديد اللي قدمها البرجينسكي، اللي هم كانت الست كونداليزا رايس اللي كانت بتقول الجائزة الكبرى هي مصر بعد ما نجحوا في العراق وسوريا صحيح وليبيا واليمن. يعني فضل ايه؟ خدتوا بعديها الصورة بتاعت كونداليزا رايس. انتوا يا جماعة يعني اسرع بس شوية. الشرق الاوسط يعني كان مسميها الربيع العربي اللي هي الخراب العربي، اللي هم الخراب العربي. تمام. او اللي كان بتسميه الفوضى الخلاقه. تمام. موجوده ده هي كوندوليزا رايس اللي ولدت 1954، صورتها موجوده على الشاشه. ايوه، حضرتك شايف ان دي كان ليها دور خطير. طبعا طبعا، امريكا اصل ايه؟ هي امريكا لوحدها غلبانه، انما الذي يحكم امريكا هي الصهيونيه العالميه. الصهيونيه العالميه لها مخالب خمسه. امريكا نمره واحد، انجلترا نمره اثنين، اسرائيل نمره ثلاثة، دوله تانية انا مش عاوز اتكلم عنها،
الإخوان المسلمين نمرة خمسة. هؤلاء هم المخالب الخمسة بتاعة الصهيونية العالمية. وأنا ويكفي متهيالي عرفت أنت أنهي دولة اللي أنت مش عايز تتكلم عنها. ويكفي أن أحد أعضاء الكونجرس المسيحيين اسمه بول فيندلي طلع كتاب اسمه من يجرؤ على الكلام، وفي مقدمة الكتاب يقول اليهود في بلادنا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعدة والعقل والغرائز، ولم يعد باقيا لدينا في بلادنا إلا أن نغير اسم نيويورك إلى جو يورك. وجايب أرقام، نيويورك على سبيل المثال 8 مليون منهم 5 مليون يهود. صح. الهاي كورت اللي هي اللي زاد دستورية عندنا، المحكمة العليا، عدد أعضائها 9، 7 يهود منه. أوبا. مريه. الجهاز القضائي كله من محامين وقضاء 90% منهم يهود. من 100 سنة فاتت بنيامين فرانكلين قال سبب خراب أمريكا هيكون على دين اليهود. قالوا له ليه؟ قال لهم بصهم أولادهم كلهم بيدخلون كلية الحقوق، كلية الحقوق عشان يقدروا يحكموا البلد بعد كده بالقوانين بتاعتهم اللي موجودة. يعني الكلام ده أنا قلته في المقدمة النهاردة كان صح في فكرة أنه المواطن الأمريكي يستطيع أن ينتقد رئيسه ما عدا اللوبي الصهيوني او اللوبي اليهودي. بالظبط كده، ما يجرؤش والا يتهم بمعاداة السامية ويروح ورا الشمس. طبعا طبعا طبعا.